إذا وصلتك فضيحة لأحد فاجعلها تقف عندك ولا تتعداك، فتأخذ أجر الستر وتذكر أنه من ستر مسلما ستره الله، إلا إذا كانت الفضيحة تخص فساد وظلم الحاكم فكشف فساده واجب والسكوت عنه وزر. أوليس أفضل مثالا للأمر بالمعروف هو قول كلمة الحق عند سلطان جائر؟ السم الأبيض يعود للجزائر، حيث تم العثور على حوالي 4 قناطير و90 كيلوغراما من المخدرات الصلبة الكوكايين، والتي تفوق قيمتها 5 مليار دينار جزائري، بسواحل مدينة أرزيو شرق محافظة وهران عاصمة الغرب الجزائري. هتافات مسيرات الحراك إذن ليست عبثية، يقول مراقبون، وينتهي الشك بقوة اليقين التي أحدثها هذا الدليل. لكنها ليست المرة الأولى، فحمولة الكوكايين الأكبر والتي عرت خورا كبيرا داخل المنظومة الحاكمة كانت 7 قناطير مقنطرة، وذلك سنة 18 و2000. ماذا حدث للمشتبهين بهم يا ترى؟ من عوقب ومن حكم له بالبراءة؟ من حكم عليه بالسجن عندها وبالصراح من السجن مؤخرا؟ أصدرت محكمة سيدي محمد بالعاصمة أحكاما في قضية كماشخي المدعو البوشي في قضية المزايا غير مستحقة التي تتعلق بالعقار والتي تورط فيها العديد من المسؤولين، هذا بعدما وجهت لهم تهم تتعلق بمنح مزايا غير مستحقة وقبول الهدايا، بالإضافة إلى تهمة إساءة استغلال الوظيفة، حيث أصدرت المحكمة حكما يقضي بعقوبة 8 سنوات حبس نافذ وغرامة مالية قدرت بـ1 مليون دينار جزائري في حق كمال الشيخي، بينما أصدرت المحكمة حكما يقضي بعقوبة 6 سنوات حبس نافذ في حق رئيس السابق لبلدية بن عكنون، بينما أصدرت المحكمة حكما يقضي بعقوبة 4 سنوات حبس نافذ في حق السائق في حق سائق الشخصي للمدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل، وكذلك نجل والي غليزان السابق، بينما أصدرت المحكمة حكما يقضي بالبراءة في حق خالد تبون وكذلك وكلاء لمحكمة البراءة لخالد تبون نجل الوزير الأول في عهد بوتفليقة ورئيس الجزائر الجديدة عبد المجيد تبون. يصبح المواطن ولد تمن راشد يركب في القطار من المحطة نتاع تمن راشد، قطار سريع، قطار وكهرب، يوصل العاصمة بعد 8 سوايع 9 سوايع بلا ما يحس بالسفر. عوض القطار المكهرب إذن الذي سيوصل أهل الصحراء إلى العاصمة في 8 ساعات فقط، تلونت سواحل الجزائر بالقاتل الأبيض مرة أخرى. وتساءل مراقبون هنا، أين الأمن وأفراد البوليس والوحدات المهيبة التي تقتحم بيوت المشاركين السلميين في الحراك والمحامين والصحفيين والحقوقيين والنساء والطلبة؟ أين هو العتاد القمعي من مراقبة السواحل وهذه الحمولة المهيبة من المخدرات؟ من كان في انتظارها داخل الجزائر؟ من هي الرؤوس التي لا تقوى لا مخابرات ولا وحدات أمنية عن الوصول إليها؟ ألا يهدد الكوكايين شباب الجزائر مستقبلها؟ أم أن المسيرات السلمية أخطر من هذا النوع الخطير من المخدرات؟
هكذا نقلت القنوات العالمية غضب الجزائريين من وصول رئيس نجله متهم بشكل كبير في قضايا تهريب المخدرات بعد خروجهم لجمعات متتالية حتى خلع بوتفليقة. ليتساءل مراقبون اليوم أكثر عن جزائر تبون الجديدة التي تعج سواحلها بالكوكايين في الوقت الذي لا يصل الماء حتى إلى العاصمة. لم يقل الجزائريون أين الأموال المنهوبة ولماذا يقع تبرئة أفراد العصابة الناهبة يوما بعد آخر. فئة لا بأس بها من الشعب من الصحراء إلى العاصمة تشتكي العطش بعد وعود هؤلاء بتغيير يشبه المعجزة سيقوده تبون. ويكون فيه الهدوء والصبر لمدة ستة أشهر. بعد ستة أشهر يبدأوا الناس يشوفوا الثمار. وبعد ستة أشهر نجيبوك هنا ونديروا التحصيلة. نجي أنا ولا يجي حتى سي تبون إن شاء الله. شفنا مع معرفة نديروا معك حوار بس شو رئيس الجمهورية يجوا وش هو كان جلس هنا على كمترشح يجي شوف لازم تعرف حاجة لازم تعرف حاجة هذو شعب جزائري وتبون جزائري هذو شعبه إلى هنا تنتهي مشاهدينا حلقة اليوم من تفاعلات. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.